حرية التجمع الصحفي دراسة بتستعرض الواقع القانوني للصحفيين بلبنان لناحية تعريف الصحفيين والصحفيات، حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وكيفية حمايتهم ودور النقابات المعنية بالعمل الصحفي بلبنان. وبتناقش هالدراسة الدور يلي لازم تلعبه النقابات بحماية حقوق الصحفيين والتحديات يلي بتواجهها. لا تتعرفوا أكثر على واقع حرية التجمع الصحفي بلبنان والمعايير الواجب توافرها لتأمين الحقوق والحماية لإلهم، اطلعوا على الدراسة الكاملة على مهارات foundation.org.